بداية الشاعر سعيد من بن عبدالله عبد الله من والوزير، وزير، جزاك الله خير. هذه البداية ماذا قلت؟ قلت سميت بالله، هذه رزحة. نعم سميت بالله وبكرت الخضر والياس والمصطفى الهادي وهالبدر وحنين، وببدل سلاما أبرد من الورد والياس صافي وتخضع له قلوب العاشقين. أول ما قدم تحية الناشن خالصين النية، وللسهرة الخليجية يلي جمعتنا أجمعين، سهرتنا سهرة جديدة ونهضتنا نهضة مجيدة، وجمعنا جمع مكرم برجال الخليجيين، شاعر ومقدم قصيدة عندي أيام سعيدة مع هذا الخليج الناهض، أشكر رب العالمين. قالوا لي بنجيبك شاعر من الديرة. أيوة وانت رجل شاعر، قلت ما بشاعر، انا ولد شاعر، ولدهم ولدهم. قالوا لا ماشي عذر، جابوا لي جماعة من الباطنة من بديعوه. أيوة قريب وبدان. أيوة الرجال ما قصر، شاعر وياب لي يعني قدر 50 ولد وبيرقهم. الله شغل شد العم أمثل شغلني، وحزونا حزيز لما جينا قال قولوا لشاعركم بس يسمع ويجاوب. رحنا إذا نتكلم عن يكون جايب قصيد مع ناس ثانيين، يكون يعني شعر غير شعره. طيب قول. قال منك هو رجال أمدحه وشجعه، ليه ما يقرأ ولا يكتب؟ لا يقرأ ولا يكتب، سبحانه هذا الإنسان وشاعر. ماذا قال هذا الرجل؟ إيش قال هذا الرجل؟ لا خلف حاجة. قال منك أنت تاير تشتري قماش ودان، عن باكر تشوف القماش وترتعب قماش بالضاد. بالضاد هذه قافية صعبة. صعبة، وكذلك باكر بتشوف القماش، يعني رجال تاجر، تاجر قصيد معي وايد. نعم. ما بتاجر على الفلوس. لا لا طبعا. يقول من كنت تاير تشتري قماش ودان، عم باكر تشوف القماش وترفع بيعي بكنادي، ما مسوي تراني وزان ومعهدني ميزان الحديد يعب يعب اسبوع ينعد يعبو. نعم. قلت له نور البحر من ساعة ضارب بردوان، نوقف على الصيرة بسنه ومعترب لما يفكر لازم بيرد بالزمان، كم تاير نغيب مواله والعوض. قال الليلة يا صاحب بتلاقي هالعيدان، حولا ديابر قلبي ما حايش بغب العصي حيق العصي. نعم. اليوم بيشاهد نمونة. ما لا سلام. الليلة يا صاحب بتلاقي هالعيدان، حولا ديابر قلبي ما حايش بغب، لكن يوم انضربني الشلي سوالي ديان، شطانك بصنقل ولا لبحة بالنقب، انت نخذي بيروح محملك اللي انضربني الشلي. طبعا انا زيد شطان. يقول يوم انضربني سوالي ديان، شطانك بصنقل ولا لبحة بالنقب. قلت لي يلا ضربنا الشلي بان زيد الشطان. ايوه المحمل سووا الحبال، انا راعي محامل. أيوة. راعي خشب ما بحد علمني. طبعا شوف شبعان من السفر. اقول لي يلا ضربنا الشلي بان زيد الشطان، شاطن بصنقل لا تحسد خليفة رب، يا المطربية الليلة بفتح الديوان بيكون واضح لحاله نصيب وحظ. قال انت المعلم. الله انا دعني قنبطان فوقك من فوق. يا سوق مخايلة باني حايم زهين المقام، كلكم لابي أهل الطايلة، كلكم لابي أهل والسيف والخنجر معنا. وهذا هو إيقاع الهمبل. وكانت معكم الطبول طبعا مرة وطب... عندنا طبول وعندهم طبول. نعم طبلكم الكاسر والرحماني ويصيق وانتم ماشيين. الكاسر يقرقع والرحماني قبل يتحرك طبعا، ليبا حد يحركه حرك الكاسر وطاح دن 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 وهلاك يميلوا ويرزحوا رزحة، يعني رزحة طحني بقحمر، رزح رازحني برازحك. فوصلت إلى الدهمش. لما وصلنا قال أهلا وسهلا جلسوا. أيوة جلسنا معهم. لما جلسنا قام الدهمشي من شطارة وقوة شعر اللي معه ما قال عليكم السلام أهلا وسهلا بالقافية. قال لا تشوفوا بحرنا طوبته، خبرنا بالبحر أمواج فيه والرياح. طبعا يا شاعر سعيد متى استوى شاعر يا حافظ.
يقول لا تشوفوا بحر نطوته ما يخلي العواصف والردود بحر نفامي ينزف مويته شربنا من المعالي والعدود غافي قوية حماسية وفيها تعدي وهجوم لا تشوفوا بحر نطوته ما يخلي العواصف والردود بحر نفامي ينزف مويته شربنا من المعالي والعدود شجع نفسه وجماعته وديرته وشعره وكيف كان ردكم؟ ردنا قاموا الشباب اللي معي قالوا ها إذا ما بتقاوه بشوف اللي بشوفه شجعوني قلت له جمل العقيلي يزوم بخيته جمل العقيلي يزوم بخيته ما ترد السناسل والجيود والحبن ما تهيدك شربته يقطع المنحر ويقص الكبود يعني شجعوني ربعي وهذا كلامي تفضل يعني جعلت من نفسك شيئا مرا لا يمكن ان لا يصرف ولا يوكل وكذلك هو جعل نفسه في البحر لا يسافر ولا يتجاوز طيب فماذا كان رد الدهمشي على هذا الرد الشديد المفحم الله يسلمك تسلم حضرة الدكتور بدل بعد لال ثاني طويل مرضوف اتعب واتعب لا للعود العود المرذوف وش يقصد؟ اللي فيه الثلاث كلمات المتشابهة القوافي مشكور نعم أربع زين وش يقصد؟ يقصد يباها يعني أتأخر أتنازل أيوة حتى يقول إنه شعره أقوى من شعري صح أكبر سن وأقوى شعر ولكن أنا تبعته يعني يوم خلينا هالمسائل كلها ماشية عند حليلة جاتي فراسه وأنا جاتني بنت الحليلة ما بحليلة كبيرة فماذا قلت في المرذوف؟ قال ولد حمش يقول بخلف قولي وبلتقي به هذه المرذوف أيوة. بخلف قولي وبلتقي به قول نظمات عجيبة مثل السكر والحليبي لذة للشاربين يا صاحبي الدنيا تعيبة كل ليلة تقلب مصيبة قبلك عايز بالطبيبي ليه حروف السين قلت لي عندي للدنيا حسيبة ناس كاهن وكتيبة لعرف السقم الغيبي وللطرب متوشلين كل شيء عليه ترتيبه بايس الفلي أسقيبه إلينا ما يشرب صحيبي عد ويرب الضامنين أنا ما عندي فلق محلان عندي عد عندك فلق مليان ماء أشجع نفسي أيوة قال هو قال شاذ المغير ذهيبة كل من بخته نصيبة أنت صاحبي ونسيبي مرضى لك بباب الشين كأنك لا تسافر في رياح قصيبة هو شغل البحر نعم وأني تبعت أنا وأعرف شغل البحر قال لا تسافر في رياح قصيبة وموية البحر صعيدة لو ريت برق قريبي في الموية عشر محين